جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن وقت صلاة الليل. وقت صلاة الليل يبدأ من غروب الشمس، كله يسمى صلاة الليل، فلو صلى بعد المغرب إلى صلاة العشاء كل هذا يعتبر من صلاة الليل، وكذلك لو صلى بعد العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من صلاة الليل، إلا أنه كلما تأخر القيام إلى آخر الليل أو إلى جوف الليل يكون أفضل. كلما تأخر قيام الليل إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير من الليل، فإن هذا يكون أفضل. وكذلك في جوف الليل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو أفضل القيام في الليل، ولأنه وقت النزول الإلهي. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا وقت فاضل، ينبغي للمسلم أن يؤخر قيامه من الليل إلى هذا الوقت ليكون أدعى للإجابة. الله أعلم. نعم.